وسهلا. يا ألف خطوة عزيز. ربنا يعز مدارك يا حاج. الله يخليك يا حاج. الله. مال الدكتور أحمد ما جاش معاك ليه؟ بلا عندك يعني مراته حامل فما قدرش يسيبها لوحدها. يا ألف مبروك. وإحنا كمان يا حاج عايزين نخلص بسرعة عشان نلحق نروح نبارك له بقى، أنت فاهم؟ الله. جرى يا أخي محمد. مالك مستعجل كده ليه؟ أنتوا لازم النهاردة تتغدوا معايا، الراجل لسه أول مرة يخش بيتي. عاوز يقول علينا إيه؟ بخلة؟ لا، إزاي؟ ما تقولش الكلام ده يا حاج. أنا سامع إن البيت ده طول عمره بيت كرم. وبعدين يا حاج حبش ده مش غريب، ده جوز أختك، وهو اللي هيجي لك بعد كده، وهو اللي هيحمل ويحاسب ويعمل لك كل حاجة إن شاء الله. قلت لي بقى، أنت جايبه معاك بقى عشان تعرفه السكة وترسيه على الشغلانة، ها؟ زي أم صباح كده ما عملت معاك. الله ينور عليك يا حاج. طب حيث كده بقى، لازم أرسيك وأرسي الأخ. قلت لي اسم الكريم إيه؟ حبشي حاج، حبشي. عاشت الأسماء. ورسي الأخ حبشي إن الأسعار الجديدة غليت. الله. غليت ليه يا حاج؟ ما أنت عارف الدنيا ولعت والأسعار زادت، وزي الناس ما بتشتري حاجتها بالغلا بتبيع لي برضه بالغلا. أيوة حاج، بس دي فراخ. فراخ الناس بتربيها في بيوتهم وبياكلوا من بواقيهم. الفراخ تبيض والبيض يفقس ويطلع كتاكيت، والكتاكيت تكبر وتبقى فراخ وتبيض وهدوم مجرة. حتى اللبن يا حاج بيجيبوا من الجاموس بتاعهم، بيعملوا منه جبنه كمان. هو الجاموس بيبيض ويفقس برضه يا استاذ؟ جرى يا اخي محمد، انت جاي تسمعني درس من الدروس اللي انت خدتها في كليه الزراعه ولا ايه؟ بقول لك الدنيا غليت ولعت. الله، عاجبكم تشتروا بالاسعار الجديده؟ اهلا وسهلا. مش عاجبكم براحتكم. لا لا لا، الله، ده سوق. عارف يعني ايه سوق؟ هو اللي بيسوقنا مش احنا اللي بنسوق. ماشي يا حاج، انا تحت امرك وهدي نفسك، بس احنا عايزين نعرف يعني البضاعه زادت يجي ربع ثمنها اكتر. بس احنا عاملين حسابنا على السعر القديم يا حاج، وعاملين حسابنا نشتري بالسعر ده. خلاص، روح اشتروا من عند حد غيري، لو لقيتوا حد يبيع لكم. نفهم من كده بقى يا حاج انك بتدينا سكه بتطردنا يعني؟ لا، يتقطع لساني، انا ما اقدرش اطردكم من هنا. انتوا تقعدوا هنا ضيوف معززين مكرمين على العين والراس، انما تجار مالكوش عندي غير السعر الجديد، واللي معهوش ما يلزموش. ماشي يا حاج محي، احنا بقى مش هنشتري غير بالسعر القديم. قلت ايه يا حاج؟ قلت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يلا حبشي سلمس. يلا يا حبشي امشي يا حبشي. ايه اللي انت عملته مع الراجل ده يا محمد؟ ما تتكلمش كلمه زياده يا حبشي. ما تتكلمش ازاي؟ انت لازم كنت تسايس الراجل ده وتاخده بالهداوه عشان نعرف نطلع بالمصلحه بتاعتنا. ده راجل طماع بيروي دراعنا. طب واحنا رايحين على فين دلوقتي؟ هنروح لام صباح. يا ام صباح، انت تقول لام صباح وهو يقول لام صباح؟ ام صباح اللي بتغني دي ولا ايه؟ يا اخي ام صباح دي هي اللي كانت بتجيب البيض والجبنه لامي زمان، هي اللي اتعلمنا منها الشغلانه دي. ودي ساكنه فين دي؟ ساكنه هنا في البلد، احنا عرفنا طريق البلد من خلالها اساسا. طب احنا هنعرف بدائق الكميه اللي احنا عايزينها منها؟ معرفش يا حبشي، معرفش. هنروح هناك ونشوف يا اخي. ماشي، اسمها ام صباح. وامشي يا الف خطوه عزيزه. والنبي امي ما كانت بتبطل كلام عن الحاجه وعن عم ابو شعيش. اتفضلوا اتفضلوا، يا اهلا وسهلا. ربنا يكرمك يا صباح يا رب. اتفضلوا. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الله بركاته. ازيك يا بركه؟ اتفضل. والله يرحمها. ماتت امتى؟ اديلها كده 5 سنين، وبعديها بسنتين الله يرحمه مات ابو العيال. يا حبيبي يا ابني. صلى على النبي حاجة، مش كده؟ ادعي له وادعي لنا كمان ربنا يفك دقيقتنا. ابتكار ورحمة. هي كده على طول، أول ما تجيب سيرة ابنها تفضل تعيط. ربنا يخليكي ليهم يا صباح وتفرحي بعياله إن شاء الله. هو أنا ليا غير حماتي وأولادي؟ دول إيدي وعيني اللي بشوف بيها من بعد ما مات الله يرحمه بالبلهارسي. الله يرحمه. الله يرحمه. لسه ده ملطشة معاهم قوي. الله يرحمه. ابتكار ورحمة يا حاجة. سيبها يا حبشي تفك عن نفسها شويه يا اخي. اسيبها ازاي بس؟ الوليه عينيها باظت بقت شبه الجندفلي من كتر عياطها على ابنها حبيبها ضناها. يا عم بطل تجيب سيرته بقى كل شويه، هتعيط تاني اهي. معلش، اصلها كان بتحبه قوي، كان يشيل من قوت وقوت عياله عشان يطلعها عمره. يا تبدي امه روحه طلعت وامه ما طلعتش العمر. ايوه عارفاه، محي ابن نحميده ده راجل ضلالي ومفتري وبياخد مننا الحاجه كده بتراب الفلوس. امه اسمها نحمته؟ هي كانت زيك بتموت في الفلوس. ايوه كده اللي عليها، وسمعينا صوتك كده من بدري. الله يكبر بخاطرك. اهو محي ده بقى افترى علينا احنا كمان يا صباح، عايز يبيع علينا البيض واللبن والجبنه بالغالي، عشان كده احنا عايزين نشتري من حد غيره. جه في بالي امك الله يرحمها، جيت لك عشان كده. انا اديلك طلبه، كل حاجه انت عايزها، البيض واللبن والجبنه، كل حاجه انا عندي. يا صباح،
انتي مش هتقدري على الكميه اللي احنا طالبينها، احنا طالبين كميه كبيره قوي. انت مستقل بيس الاستاذ ولا ايه؟ ده انا بروم لك البلد دي كلها والبلاد اللي حوالينا واجيب لك كل اللي انت عايزه، بس تديني قرش في ايدي. ماشي يا صباح، وبدل القرش هيبقوا قرشين والفلوس هتجري في ايدك كمان، بس اهم حاجه الحاجات دي تكون عندي بكتير وبكره. ماشي، بس انديري بقى يا بنت الناس كده بينك وبين ربنا، لو ربنا كرمك والقرش جري في ايدك طلعي الست الغلبانه دي عمره، عشان ابنها اللي مات الله يرحمه كان ناوي يطلعها. خلص عليها الله. انت عاوز بلدوزر؟ الظاهر انه مش هنا. خلاص انا عرفت البيت، هبقى اجي ادق عليه تاني. اهو اهو. ايه يا خضر كل ده مش سامع؟ معلش كنت نايم. وحد ينام دلوقتي يا اخي؟ اصحى لا يعني، واصحى لا. ابو الحاج محي الله يسامحه قطع عيشي من ساعه العمله السوداء اللي عملتها انت والدكتور. لا بعد كده هتشتغل ليل ونهار، مفيش قعدان خلاص، مش هتفضى تهرش الهرش اللي انت بتهرشه ده. من دلوقتي تنزل مع صباح تلفوا على البلد تلموا البضاعه اللي تقدروا عليها، ومن بكره الصبح تكون مشحونه لي في عربيه. ده عم محي لو عرف ده كان يشردنا اكتر ما هو مشردنا. ولا يقدر يعمل حاجه، ده انا بطح نفسي عليه، ده قوتي وقوت عيالي، خليك انت معايا وسيب الباقي على ربنا. ده انا ما صدقت اتفتح لي باب رزقي معاهم. لا ومش اي باب يا صباح، ده باب كبير قوي هيفتح. يلا يا خضر خش طص وشك بشويه ميه وتعالى. ايوه بس كده يبقى في مشكله في اللي انتوا بتقولوه ده. مشكله ايه لا سمح الله؟ احمد مفهمني ان المصلحه ماشيه زي الحلاوه وما جابليش سيره اي مشاكل. احمد نفسه ما عرفش حاجه عن المشكله دي يا حاج. الله، يعني ايه نسبتي هي المشكله يا محمد؟ خلي بالك انا اللي حكمت بكده وانا اللي قللت. ده احمد كان عايز يديني النص وانا قلت له ما ينفعش، الاسم على ثلاثه. ما كده بقى يا عم، انت سخنان علينا ليه؟ وطي صوتك عشان انت قاعد. نفهم في ايه؟ قول يا محمد في ايه؟ الراجل اللي اسمه محي ده عايز يدينا البضاعه زياده عن سعرها، وانا بقى قفشت معاه وقلت له مش هناخدها الا بالسعر القديم. وهي بقى دي المشكله يا محمد، خلاص انا هروح له واخلص الحكايه دي معاه. لا تروح له، اوعى تعمل كده، انت تصغرني ولا ايه؟ انا خلاص قفلت معاه السكه دي خالص. يعني ايه انا مش فاهم؟ المصلحه باظت؟ مكسب 2000 3 في الاسبوع ضاع علينا؟ اسمع يا احمد، انا ما ينفعش معايا الكلام ده. اهدى بقى يا حاج فتحي. الله، انا اتفقت مع صباح اللي هي بنت ام صباح الله يرحمها، هي اللي هتورد لنا البضاعه اللي احنا عايزينها، والمفروض خضر كان جابهم بس المظاهرات بدات. ما ينفعش يا محمد، احنا عايزين بضاعه كتير قوي كل اسبوع، ما اعتقدش ان صباح هتقدر توفرها لنا. يا جماعه مش عايزين نطلع منظرنا وحش قدام التجار كده، هياخدوا من اي حد غيرنا. اسمع بقى منك ليه، انتوا شوفوا لكم حل في مشاكلكم دي. انا عايز اطمن على فلوسي. اطمن يا حاج فتحي الله يبارك لك. انا ومحمد النهارده هنسافر وهنشوف ايه الحكايه ونحلها. لا سيب لي محمد النهارده، انا عايزه. ليه يا حاج خير؟ في ايه؟ خير ان شاء الله، في ناس بعتين معايا فلوس من السعوديه، عايزين نروح لهم ونديها لهم النهارده. فلوس ايه دي يا حاج؟ جرى لك ايه يا احمد؟ فلوس يعني فلوس؟ في حاجه اسمها فلوس ايه يا حاج؟ ايه يا عم، ما انا متزار من كده. ايه ده شويه، انا عايز اسال يعني مصري ولا ريالات؟ خلاص بقى خلاص يا صباح، لو سمحت اهدي وكملي. تكمل ايه؟ هي بتقول ايه دي؟ انا مش فاهم حاجه، عماله تعيط. يا ست اهدي لو سمحت، قولي لي ايه اللي حصل. انا اقول لك يا دكتور. يا سيدي انا مش عايز اسمع منك حاجه، انا عايز اسمع من صباح. انا هي تهدى وهتقول لي ايه اللي حصل. محي جالي هنا وهددني وقال لي هيخطف عيالي ويحرق قلبي عليهم لو اديتي حاجه للدكتور. يا دكتور ده راجل مفتري، وانا قلت للاستاذ محمد انه مش هيسيبنا في حالنا. بعدين بقى انا مش قلت لك مش عايز اسمع صوتك تاني لو سمحت. اتفضلي كملي ايه اللي حصل. رحت انا وخضر ولفينا على البلد كلها وجبنا يجي نص الطلبات، وتاني يوم محدش رضي يدينا حاجه. وحتى الناس اللي باعوا لنا بضاعتهم جم تاني عشان ياخدوها ويرجعوا لنا الفلوس. مش الدكتور قال لك اخرس؟ اسكت خالص، كملي يا صباح. قلت لهم مش هرجع الحاجه ومش عايزه فلوس، وعملت معاهم خناقه كبيره قوي. ام وحي الله يخرب بيته كان هيمد ايده عليا. ليه؟ هي البلد دي ما فيهاش رجاله ولا ايه؟ كلهم عاملوا زي النسوان، اول ما شافوا محي جاي ومعاه قطه رجاله. طيب خلاص يا صباح، اهدي انت وانا هتصرف. هتتصرف هتعمل ايه يا دكتور؟ مالكش دعوه. هو دلوقتي الدكتور مش قال لك مالكش دعوه؟ ما تسكت بقى، اسكت. حاضر. قولي لي يا صباح، الحاجه اللي انت جبتيها فين؟ شايلها جوه وقافله عليها. ماشي. النهارده هتحملها خضره تروح بيها على مصر. استنى تعالى هنا اقول لك، هو الحاج محي عرف منين انك انت وصباح بتجيب البضاعه دي ليه؟ ايه؟ ايه مالك بلمت ليه؟ ما ترد على الدكتور. انت مش قلت ليه اخرس؟ لا حبيبي ما تخرس، المره دي رد بقى على الدكتور. معرفش. الله، ما تعرفش ازاي يا واد انت؟ هو في حد غيرك يعرف ان البضاعه دي جايه لنا؟ صباح. صباح؟ معقوله صباح هتروح تقول له ان البضاعه دي بتاعت الدكتور
وتقطع عيشها بايديها. وانا مش عرفنا ده راجل ايده طايله في البلد ويعرف دبه النمل. بص يا غالي، انا مسامحك، انت عارف ليه؟ عشان انت معذور، انت عايز تثبت له ولاءك، عايز تثبت له انك الراجل بتاعه عشان يرجع يشغلك عنده تاني. ماشي، بس انت كده حمار. طب وليه الغلط ده يا دكتور؟ لان حضرتك طول ما انت بتشتغل معاه هتفضل زي ما انت كده، عمرك ما هتترقى. انما معانا تحط ايدك في ايدينا ان شاء الله ربنا هيكرمك. يا لهوي، الحقيقة دكتور. اجري يا دكتور. سيبوه، اللي يجري ما يلزمناش، احنا عايزين نتذكر اللي مجريش. يا حاج محي، انت هتضربني ببلدك ولا ايه؟ وفي اي حتة يا دكتور، اللي حاربني في لقمة عيشي ويلعب من ورايا ملوش عندي غير الضرب، وبالبلغة القديمة كمان. ماشي، شوف انت عايز ايه واحنا نعمله على طول. انك تمشي حالا من هنا ولا شوفش وشك تاني، لا انت ولا قلاضيشة. ماشي، كان بس بيضاع هنا بعد اذنك، يعني اخدها واتكل على الله. تاخد ايه يا دكتور؟ خد نفسك الاول، انت مالكش اي بضاعة هنا، انت زي ما جيت زي ما هتمشي. تمام يا حاج. يا صباح، البضاعة اللي عندك اعتبريها بتاعتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه. لو فتحت بقك باي كلمة تانية هخلي الرجالة تكسر السوم فوق دماغك. ليكن ناخد رجاله ونروح نكسره في بلده. رجاله ايه بس يا حبيبي؟ اخد الحق حرفه، احنا مش بلطجيه، ما تقول له حاجه. احنا يعني ايه؟ هنسكت؟ احنا مش عايزين ندخل في مشاكل، ما عندناش وقت نضيعه في اقسام ومستشفيات. خلاص، يبقى نسلم بقى كده، نشوف حالنا بيقف وبضاعتنا بتتاخد مننا قدام عينينا ونقف نتفرج. بالعكس بقى، اللي عمله محي ده خدمنا ما ضرناش. جرالك ايه يا احمد؟ سلامه عقلك، ده ضرنا ونص كمان، ده خرب بيتنا. استنى بس عليا يا حاج فتح، الله يبارك لك، ده انا بحضر له مرزبه لو وقعت على راسه مش هيقوم منها تاني. بس انتوا تسمعوا كلام. طب قول يا سيدي، قولوا قول قولك. احنا من هنا ورايح مش هنشتري بضاعه لا من محيي ولا من غيره، هنعمل بضاعتنا بنفسنا وفي ارضنا. طب وهي فين ارضنا دي بقى ان شاء الله؟ يا ابن الجنيه، هنشتريها صح كده يا احمد حبيب اخويا؟ الله ينور عليك يا حاج فتحي. لا، وهنشتريها في بلد محيي، وساعتها يبقى يوريني نفسه. ايوه، بس انت كده تبقى بتقف قدام القطر يا احمد، محيي ورجالته مش هيسكتوا. قطر ايه بس؟ احنا يا ابني لو عملنا اللي بقولك عليه ده بعون الله هنركب الصاروخ، ولو ركبنا الصاروخ القطر نفسه مش هيقف قصادنا. ربنا يكرمك يا شيخ احمد. الله يكرمك يا عمي، الله يكرمك. بتعمل ايه؟ الله يبارك لك يا حاج، انت بتشيلنا ذنوب. جرى ايه يا ابني؟ الله، انت عاوز تحرمني من خدمه بيت الله؟ انت عايز خدمه تاني؟ ما كفايه الخدمه اللي انت فيها، الله يبارك لك ويقدرك عليها، يا الامامه سهله. ايوه بس ده ما يمنعش اني اساعد. لا الله يبارك لك، وانا مش عايز اتعبك يا حاج. الله يكرمك. لا حول ولا قوه الا بالله، الله يكرمك، الله يكرمك. لا قول يا شيخ عبد الجليل، هو ما فيش هنا صندوق تبرعات؟ والله يا شيخ احمد. لا يا ريت تقول يا دكتور احمد. دكتور؟ هو حضرتك دكتور؟ بيطري، وطبعا حضرتك بتسأل أنا ليه اخترت البلد دي أعمل فيها أول مشاريعي؟ يا ده أنت كده قصرت علي السكة قوي يا ابني، ليه بقى إن شاء الله؟ رد الجميل يا سيدنا. سيدة من بلدكم من سنين طويلة خطت عتب الضرنة، كنت نسيتها خلاص، لحد ما جتني في المنام وخبطت على باب الدار، فتحت لها لقيت شعرها مكشوف، وخدتني من ايدي وجابتني على هنا، دخلتني بيت ملوش لا باب ولا بوابه. دخلت جوه البيت لقيت له سقف، وبص ورايا لقيتها راحت. وراحت فين يا ابني؟ مشيت. ومين دي المساعدة اللي ربنا أكرمها بزيارتك في المنام؟ اسمها أم صباح، كانت بتجينا زمان
وهي محملة بكل الخير، جبنة وزبدة وقشطة. جيت أدور عليها. واعترت فيها يا ابني. الله يرحمها يحسن مسواها. أم صباح؟ أم صباح، أيوة افتكرتها يا دكتور. دي كانت مرات جابر الغنيمي الله يرحمه، وسابت كمان وراها صباح أرملة وليها عيلين. لما وصلت هنا ما استغربتش البيت، ولما دخلته لقيته هو نفس البيت اللي أنا شفته في الرؤية. ولما شفت صباح وعرفت إنها أرملة اتأكدت إنها جتني في المنام عشان توصيني على صباح وعلى عيال. خلينا بس في المهم، عايزين نعرف هنعمل ايه بكرة عشان كله يبقى تمام. لا 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 لا، بكرة سيبهولي ما تقلقوش. تمام، توكلنا على الله. بس رسينا برضو احمد يا حبيبي يا اخويا عشان ما نختلفش قصاد الناس. ليكن. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، شرفتونا. اهلا بيكم. بقى الدكتور احمد واخواته عاوزين يشتروا ارض، وطبعا الحكاية مش بيع وشراء وبس، لا، الارض زي الست، عشان كده قالوا الارض عرض، والعرض والعياذ بالله لو ما اتصنش بياخد في سكته الهبة والاحترام والعزة والكرامة وكل حاجة بتزول بعيد عن السمعين. عشان كده أنا وافقت على كلام الدكتور أحمد، والحفاظ على الأرض مش شوية ورق وفلوس مكنزينها، لا، الحفاظ على الأرض بتشغيلها. عشان كده هم عاوزين يشغلوا الأرض، والأرض لما تشتغل بدل ما كنتوا هتكسبوا منها قرش هتكسبوا بعون الله وبركته قرشين. الله يبارك لك يا شيخ عبد المجيد، وربنا يرزقها بالحلال ان شاء الله. يعني ايه يا عم الشيخ؟ تسمح لي بعد اذن حضرتك يا شيخ عبد المجيد. اتفضل يا ابني، اتفضل. مبدئيا انا هستسمح اخويا الكبير الحاج فتحي نتكلم. اتفضل يا حاج احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع اللي احنا ناويين نعمله عندكم في البلد هنا ان شاء الله هو مشروع تربيه دواجن. ليه؟ لان بلدكم الحمد لله من البلاد الغنيه بالدواجن والثروه الحيوانيه عموما، ولذلك لما قررت انا واخواتي وبركه الشيخ عبد المجيد طبعا اننا نعمل مزرعه دواجن هنا، قررنا حاجه حلوه قوي كمان، اننا نعمل جنبها مجمع تسويق. ليه؟ هذا المجمع هيبقى بابه مفتوح لكل اهل البلد علشان يسوقوا من خلاله اي منتج هم عايزين ينتجوه، وده من ناحيه تانية هيعمل حاجه حلوه قوي، هيخلق فرص عماله لكل اهل البلد. ده غير يا سيادنا، بعد اذنك حاج احمد. حبيبي، اللي قال لكم عليه الحاج احمد ده هيبقى جزء من المشروع، الباقي احنا ناويين ان شاء الله نزرع منه جزء كبير قوي، طبعا بالاضافه لمزرعه الدواجن اللي احنا هنعملها على اكمل وجه، واللي ان شاء الله انا واخواتي هنقوم بيها من الالف للياء. طب واللي مش عاوز يبيع؟ والله يا حاج ابو سمره براحته، اللي عايز يبيع يبيع، واللي مش عايز هو حر. جرايه يا ابو سمره، بقى ربنا بيبعت لكم الحسنات لحد باب داركم، وانتوا ترفصوها ما تسمعوا بقيه الكلام. طب قول لي يا حاج ابو سمره، انت قلت لي الفدان عندك يعمل له كام؟ الفدان بخمس تلاف، يعني التلاتاشر بخمسة وستين الف جنيه. طب ايه رايك في خمسة وتمانين الف جنيه؟ طب انا عندي خمس فدادين، تاخدوهم بكام؟ معلش يا حاج خليل، احنا اصلنا مستعجلين وحابين قوي ارض ابو سمره. انت بعدين، وانت كنت زرعت ولا قلعت فيها علشان تعجبك يا دكتور؟ ابدا، بس رقم 13 ده اصل انا واخواتي في الحقيقه بنتفائل بيه. ها قلت ايه 85؟ ليه يعني؟ هقول لك انا ليه يا حاج، لانك باذن الله مش هتاخدهم مره واحده. ايه؟ طب وده يبقى اسمه بيع وشراء؟ الله، ما الارض هتفضل ارضك برضو يا حاج السمره طول ما احنا بنسدد لك في الايجار، وهنديك ايجار محترم كل شهر، بس كل ما يقل الدين يقل الايجار، وهنديك 20000 جنيه مقدم، لا ورق ولا وصولات امانه، يبقى بتاخد كده مرتب محترم كل شهر والارض عرضك. بسم الله ما شاء الله، كويس ان انا شفت ابتسامه الرضا على وشك يا شيخ عم جيد. وبعدين يا حاج ابو سمره المفروض تطمن اللي بينا الراجل البركه ده. اه والله، وتدعينا بالتوفيق ان ربنا يبارك لنا في مالنا وعملنا. يا رب يا رب. الفلوس اللي معاك يا محمد. جاهزه. بسم الله الرحمن الرحيم. 20000 جنيه يا حاج. البركه. نسمع الفتح للنبي. يا حي يا قيوم. بسم الله الرحمن. آمين. يا حاج عبد المجيد، ناكل عيش وملح مع بعض بقى؟ ايوه، امال بالهنا والشفا. اتفضلوا، فين ضيقتكم؟ بسم الله الرحمن.
يا خطوة عزيزة يا سموح. اتفضل عزيزة. ما خلاص بقى، ما طلع فيه اللي أعز منها صباح. العزيز يا سموحي اللي ياخد ويدي، مش قبل ما ياخد يقطع ايدين اللي هيديلهم. والعزيز اللي انت بتتكلم عنه ده ادى من غير ما ياخد. وعرفت سكته منين؟ اللي انت ما تعرفش، مش امي الله يرحمها قبل ما تموت وصيته عليا وقالت له خلي بالك من صباح وعيالها. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتتنوري بقى. يحق ايه لتنور واتشمت كمان، ده انت بتاخد مننا الحاجة بتراب الفلوس وانتو النهى كمان. خلاص يا ستي ما تزعليش مني، انا غلطان. بعد ايه بقى؟ بعد ما نويت اخد منك ومن غيرك بالسعر اللي هياخد منك بيه. بقول لك ايه ده من غير ما ياخد حاجه، ولا انت بقى ما سمعتش عن الفلوس اللي اداها لابو سمره من غير ورقه ولا اماره؟ يعني ايه الكلام ده صباح؟ يعني بصريح العباره كده ما تتكش عليا اكتر من كده، علشان بقى مش عايزه اتكلم معاك. وروح يلا دور بقى على المربين زباينه. الله 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 الله، ده انت صوتك عالي اهو، بنت له رنه كمان. طول عمري صوتي عالي، بس البعيد هو اللي كان اطرش. ما هو لما يبقى واقف في ظهري ثلاث رجاله زي الورد ومعاهم راجل كباره زي الشيخ عبد المجيد، يبقى لي ظهري وصوت وايد طويله كمان كده. صباح ماشي، يبقى وروني هتبيعوا وتشتروا بعد كده ازاي من غيري. مع السلامه يا اخويا والقلب دعيله. دي البهيمه عند الفلاح زي عيل من عياله، في حد هيقدر عياله يا دكتور؟ يعني هو في حد بيبيع عياله صباح، انما بيبيعوا بهايمهم. ايوه يعني البهيمه مش زي العيله يا صباح، وبعدين اللي عنده بهيمه هتفضل بهيمته برضه وهياخد فيها فلوس كمان. والله انا اول مره اسمع الكلام ده. ما هو ده الجديد. بس لازم انت تبقي مقتنعه عشان تعرفي تقنعي الناس التانيين. والله يا دكتور انا من ايدك دي لايدك دي وهعمل اللي انتوا عايزينه، بس انا بقول لك اهو من دلوقتي الفلاحين مش هيردوا، وان رضوا النهارده هيرجعوا في كلامهم بكره. هو ايه ده اللي يرجعوا في كلامهم دول؟ ما احنا هنمضي معاهم عقد لمده سنه. سنه بحالها؟ طب افرض يعني واحد فيهم اتزنق ولا اتحوج وعايز يبيع البهيمه. لا قدر الله، في الحاله دي بقى احنا هنشتريها، وبعدين ان شاء الله ربنا لا هيحوجهم ولا يزنقهم. احنا هنديهم الايجار بتاع البهيمه كل شهر، واللي عايز يجي منهم يشتغل يتفضل، وبرضه هياخد مرتب كل شهر. والله يا دكتور انا هعمل اللي عليا واقول لهم، وافقوا وافقوا ما وافقوش انتوا نصيبكم بقى. ايوه بس احنا مش عايزينك تقول لهم، احنا عايزينك تبداي بنفسك وتاجري لنا البهيمه بتاعتك. يا ريت يا دكتور، ما كنتش اتحوجت للي يسوى اللي ما يسواش، ده انا ما حلتش غير معزه وشويه فراخ. ما احنا عارفين يا صباح، عشان كده جايين نتفق معاك نجيب لك بهيمه وترجعي انت تاجريها. بالذمه ده اسمه كلام ناس عاقلين يعني ولا مؤاخذه؟ لا هو فعلا مش كلام ناس عاقلين، بس احنا من غير ما اي حد يعرف هنشتري لك بهيمه، وتقولي انت للناس انك رهنت البيت وبعت المعزه والفراخ عشان تشتري البهيمه وتاجريها لنا. اهم حاجه انك تقولي للناس كده. الحكايه تتنشر في وسط البلد كلها، يجوا جري علينا اجروا لنا بهايمنا. شفت الحكايه سهله ازاي؟ حق يا دكتور، ده العلم نور والجهل واكسه بعيد عنك. اكيد الحكايه دي انتوا درستوها في الجامعه او قريتوها في الكتب. احنا درسناها في الجامعه صباح. لا وخدي بقى المفاجاه الجامده دي، البهيمه اللي احنا هنجيبها لك هديه مننا ليك يا ستي. المهم اول ما تقابلي الناس اللي ما يتبلش في بقهم فوله تحلي فيهم، ما يقولوش لحد. ده انا هحلفهم وحلف اللي خلفوهم كمان. دي بهيمه المره الجايه مش هتكلم ببقي يا صباح، لو عرفت ان حد من الناس يجي هنا تاني هحرق قلبك على عيالك. يا اخويا براق مالك مستقوى علينا كده ليه؟ علشان احنا ولاية وملناش راجل يحمينا ونتسند عليه. اديكي قلتيها بعظمة لساني، ملكوش راجل، واللي مالوش راجل يحترم نفسه وما يدخلش رجالة في داره. البيوت ليها حرمة يا صباح، لو ما صنتهاشي احنا برضو نعرف نصونها. البلد فيها رجالة يا صباح، ومش هنستنى على اخر الزمن لما تيجي حرمه زيك وتركب لنا قرون. قرون تتغذى في رقبتك يا بعيد؟ ده قرون ده انت تركبها، دي صباح دي اشرف منك ومن اللي خلفوه. سد حنك الكوليه بدل ما اجي اقع صداقك. والولو عليك ساعه والفضو يا بعيد، هتمد ايدك على واحده قد امك. يا ناس يا ناس ايه هنا يا ناس؟ وحي ابن نحمد وبيتهجم علينا يا ناس. شد يا ابو الحاج عشان تعمر الطاسه كده كمان وكمان. ابصم بصمه كمان يا خضر، ولع لك حجر خليها تولع. لا 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 لا، ده انا مش قادر، لا قادر ولا شايف قدامي. الصوت اللي انت بقى ابو الحاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور.
خطوة عزيزة يا دكتور. مش باين يا حاج. ازيك يا خضر؟ الله يسلمك يا دكتور. معلش واضح ان انا جيت في وقت مش مناسب. مش مناسب ليه بقى ان شاء الله؟ يعني عشان الريحة اللي انا شممها وانا جاي من بره دي. ريحة ايه يا دكتور؟ اعمل حجر كبير للدكتور. لا لا لا، كبير وصغير ايه؟ لا انا ماليش في الموضوع ده خالص. امال ليك في ايه؟ مزاجك في ايه يا دكتور؟ انا مزاج الشغل وبس يا حاج. طب والنسوان؟ ايه مالكش في النسوان؟ ابصم اخيرا. لا لا ان شاء الله ان شاء الله يبقى ليا فيهم، بس يعني بالحلال يا حاج. بص، في حاجتين ماليش فيهم، لا الحرام ولا البصم. افهم بقى ايه سر الزياره الميمونه دي. على عيني يا حاج. بقول لك يا خضر، ما تروح لحد الصين، ما تجيبش حاجه وما تجيش. اتكلم يا دكتور، ابويا الحاج محي ما يخبيش عني حاجه. روح انت يا خضر. روح. ماشي باذن يا دكتور. من غير اذن. يلا بص بقى يا محي، ومعلش اسمح لي اقول لك يا محي من غير يا حاج، دي اول حاجه. تاني حاجه، هتسيبني اتكلم لحد ما اخلص كلامي وبعدين انت تتكلم. انا بقالي في البلد دي ارض كبيره قوي، ما تعرفش تجيب اخرها بعنيك. وكمان بقالي في البلد دي ناس بتحبني، عزوه يعني، ولسه هيبقى لي في البلد دي حاجات كتير قوي 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 مش هتعرف تعدها. وكمان من البلد دي انا ناوي اتجوز صباح اللي انت رحت تهددها. يعني انا بكده سديت عليك كل المنافذ والاخرام اللي ممكن تضايقني او تعرفني منها، وسبحان الله في لمح البصر لقيت انا الحق وانت الباطل. يعني بلغه نشره الاخبار والاحاديث التلفزيونيه دانت لي السيطره. الله 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 الله، انت جاي تهددني في داري ولا ايه يا دكتور؟ انا جاي اديك فرصه اخيره، يا تعرف تستغلها يا ترفضها. بس في حاله ما ترفضها، قسما بالله لو جيت بعد كده علشان تبوس ايدي هرفض. قلت ايه؟ قلت خدها يا دكتور. طب مش تعرف ايه ده؟ عرفها لي يا دكتور. طب مش تشد نفسك وابصم كمان. الفرصه هي انك هتشتغل معايا بالطريقه وبالنظام اللي انا احدده. طب ايه الفرصه في كده؟ الفرصة انك هتشتغل معايا مش عندي. في حالة ما تنطق حرف او كلمة غير انك موافق حتى انك تشتغل عندي مش هبطلها. موافق يا دكتور.